سعد، يا هلا وسهلا. يا مرحبا وسهلا. الله يكتب لك السعد. اللهم امين وياك. بشرني ايش صار عند اللجنه وايش تقول للمشاهد؟ اللجنه رجال طيبين شرواك، ولا شفنا منهم الا كل طيب، قدمنا اللي عندنا والله يكتب لي في خير ان شاء الله. اللهم امين. سعد، من 10 كم تعتقد ان شاء الله انه حيذكر اسمك وجنبه رقم تصويت؟ ما فهمت لك السؤال. من 10 كم تعتقد انه حيذكر اسمك، يعني راح تنضم للقريه ان شاء الله ويذكر رقم تصويتك وتعيش 90 اليوم الشتاء في هالقريه؟ 10 من 10 ان شاء الله باذن الله. الله يجعلك على القوه. ايش تقول للمشاهد؟ اقول انتظروني ان شاء الله في قناه بدايه، قناه المجتمع كلهم، وان شاء الله اني اكون قدها وقدود بتعاونكم وبتعاون الاعلاميين والشباب اللي معنا باذن الله.